دايما بيصدقوا الأدمغة ان رئيس تركيا رجب طيب اردوغان الرئيس المسلم القوي اللي هو بيدافع عن كل قضايا العالم الاسلامي، وان يكفيه شرفا بان هو بيدافع عن القضية الفلسطينية بعكس كل الانظمة العربية. فوجئنا بان موقف الراجل ده مخزي جدا في بداية اشتعال الأحداث في قلب قطاع غزة، إلى درجة أنه يقول بص يا جماعة أنا على الحياد من الأحداث دي، وستبقى أنقرة دائما على الحياد من هذه القضية. بعد ما عمل كده فوجئنا بعدها بأيام قليلة تخلى عن الحياد بتاعه وبدأ يشعل الموقف ضد الكيان الإسرائيلي. هو في إيه بالظبط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. معروف دايما أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا هو بمثابة الشوكة أو الخنجر الذي ينغرس دائما في صدر المنطقة العربية تحقيقا لتطلعاته وتوسعاته، ولعل أقرب مثال إلى ذلك ما حدث عام 2011 وكيف تحول رجب طيب أردوغان إلى خنجر سام جدا غرسه في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي دول أخرى زي سوريا والعراق واليمن، وكان واحد من الأدوات اللي بتنفذ أجندة الشرق الأوسط الكبير والفوضى غير الخلاقة في قلب المنطقة العربية، وجند جماعة الإخوان عشان تدافع عن شخصيته بزعم أنه هو سلطان المسلمين القادم بعمليات الإنقاذ للمنطقة العربية. ولعل أقرب مثال إلى ذلك أيضا أن وسائل الإعلام الإخوانية وسائل الإعلام المعادية بتدافع عن ممارسات رجب طيب أردوغان في قلب الدولة الليبية، يقول لك لولا وجود رجب طيب أردوغان في ليبيا كانت يا حرام تقسمت يخرب بيوتكم. يعني هو موجود دلوقتي في قلب دولة ليبيا، يعني ليبيا دلوقتي وصلت إلى القمة، ليبيا فيها ميليشيات ودمار وخراب وسرقة ونهب، لا 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 هو بيدافع عنها. مع اشتعال الأحداث يوم 7 أكتوبر عقب عملية طوفان الأقصى اللي تبنتها حركة حماس، فوجئنا بأن رجب طيب أردوغان كان المنتظر أن هو يتحرك تحرك رائع مدافع عن القضية الفلسطينية، لكن البيه كان بدأ يقرب خطوات من الكيان الإسرائيلي من أجل عملية تطبيع مع إسرائيل قلبا وقالبا وبلا قيد أو شرط، لدرجة أن هو قال أنا مش هاخد أي شروط أو عندي أي نوع من الشروط على أساس أن أنا أطبع العلاقات مع إسرائيل. بينما دولة السودان الضعيفة طبع يا سودان مع إسرائيل لا بشروطي، أما رجب طيب أردوغان كان بيقول أنا ما عنديش أي نوع من الشروط في سبيل أن احنا نتقارب مع تل أبيب. فبدأ يتقارب وبدأت المصالح تتصالح ونسينا السلطان المسلم رجب طيب أردوغان. بعد تفجر الأحداث وبدء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، فوجئنا أن البي رجب طيب أردوغان أعلن أن تركيا ستظل على الحياد القائم على التوازن. يا نهار اسود الحياد، الشعب الفلسطيني بندك حياد، الفلسطينيين بيتم تهجيرهم حياد، البيوت بيتم تدميرها حياد، طب تنظيم جماعة الإخوان أخباركم إيه حياد، ما بتتكلموش ليه، القطة أكلت لسانكم، سعادتك هو ده اللي حصل. قال ان الحكومة التركية حاولت انتهاج مسار قائم على محاولة لعب دور الوسيط دون ان تتكبد خسائر سياسية جراء مواقفها، خاصة لرغبتها في عدم تعريض التقدم بعلاقتها مع تل أبيب للخطر. يا نهار السويد، تخلى عن القضية الفلسطينية، تخلى عن الشعب الفلسطيني في سبيل مصلحة تركيا وفي سبيل مصلحته الشخصية. فين كل الكلاب التي كانت تنبح ضد قناة مصر لما كنا بنكشف الستار عن ممارسات رجب طيب أردوغان؟ لما احنا كنا بنتهمه بأن هو ما يعرفش غير مصلحة نفسه بس، ملوش علاقة بقضايا العالم الإسلامي، كانوا بيهاجمونا ويقولك على الأقل ده بيدافع عن القضية الفلسطينية. فين ألسنتكم؟ قطع الألسنتكم مداء الحياة. طبعا في أعقاب ذلك حصلت تحولات، الكل بدأ ينتقده خلال الأيام اللي فاتت، ثم فوجئنا
بعدها مباشرة خلال السويعات القليلة الماضية فوجئنا بأن هو بدأ يصعد من حدة الخطاب بتاعه ضد الكيان الإسرائيلي. بتصعد ليه؟ ده احنا هرشينك، ده احنا عارفينك، ده انت تصريحاتك مالية كل وسائل الإعلام الدولية، انت بتكذب على مين؟ طبعا الخونة والإرهابيين هيجيبوا تصريحاته الجديدة ويقول لك الله أكبر، موقف مشرف على الأقل أحسن من موقف مصر. مصر من البداية وطول عمرها بتدعم الشعب الفلسطيني، مصر قدمت آلاف مؤلفة من الشهداء دفاعا عن القضية الفلسطينية، مصر بتدعم وهي اللي بتقود المبادرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني وبتتحمل المشقة، في حين أن كل الكلاب والخونة والمتاجرين بالقضية الفلسطينية يقول لك نحن على الحياد. عن أي حياد تتحدثون وشعب بيتم إبادته؟ بناء عليه بدأ يقوم بعملية التصعيد. أول حاجة عملها أدان مقتل مدنيين في هجوم حركة حماس. أول حاجة احنا بندين قيام حركة حماس بقتل المدنيين الأبرياء من طرف الكيان الإسرائيلي. اهو بداية التصعيد اهو. وحث القوات الإسرائيلية على التصرف بضبط النفس. يا جماعة احنا بنقول لكم اهدوا شوية، ما ينفعش الكلام ده. وقال أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية بل هي جماعة تحرير تقاتل لحماية الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ودعا أردوغان القوى العالمية للضغط على إسرائيل لوقف الهجمات، ونحث على الوقف الفوري لإطلاق النار ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والدموع اللي بيزرفها الغرب من أجل إسرائيل نوع من الاحتيال، ويتعين إبقاء معبر رفح الحدود بين مصر وقطاع غزة مفتوح لمرور المساعدات الإنسانية. وانت يا مصر مفروض أنك انت تعملي كذا، وانت يا الدولة الفلانية لازم تعملي كذا، وانت لازم تعمل كذا. طب انت مش هتنتشره؟ طب انت مش هتقدم حاجة؟ لا 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 لا، انا بتكلم، كفاية ان انا بتكلم، انا بعبر عن المسلمين. طب لا مؤاخذة، هو اخدتك الشجاعة وحبوب الشجاعة دي جت ليه؟ جت سعادتك لاني الكيان الاسرائيلي بعت رسالة لرجب طيب اردوغان، هنأجل عملية التطبيع يا عم اردوغان لحد ما نشوف الوضع نظامه ايه. يا جماعة بس أنا قطعت معاكم أشواط في سبيل إن احنا نطبع العلاقات، لا أجل، لأن في توترات في قلب منطقة الشرق الأوسط، وبناء عليه احنا شايفين إنك نأجل التطبيع ده شوية، يمكن نحتاجك كواحد من الذين ينبحون لصالح الكيان الإسرائيلي في مرحلة تالية وتبرر كل تصرفات الكيان الإسرائيلي في مراحل تالية. طبعا البيضة اتهبل بشكل كبير جدا، وازاي ده ما ينفعش والكلام ده كله، قرر ان هو ينقلب بمعدل 180 درجة. طالما ان احنا هنأجل هنأجل، يبقى هاو هاو هاو، ابدأ اشتغل. وسائل الاعلام الاخوانية، وسائل الاعلام بتاعته، وسائل الاعلام الموالية له وقناة الجزيرة وشركاهم، يبدأوا بقى يعملوا سبوت على البطولة والعنتريات بتاعة البيه رجب طيب أردوغان. هو ده سلطان المسلمين اللي كانوا بيروجوا له بزعم انه هو السلطان المسلم القادم للدفاع عن قضايا المنطقة. لماذا صعد أردوغان حدة خطابه ضد إسرائيل؟ طبعا كل حركاته مهروشة، لكن مع الأسف دايما الإعلام الموالي، الإعلام الخائن، بيراهن على الذاكرة المثقوبة للشعوب العربية.